الحديث عن العلاقات التركية الأمريكية، ما شكل العلاقات الحالي بين واشنطن وأنقرة؟ نعم، هنا يجب أن نتحدث على ثلاث مستويات. نتحدث على المستوى الذي لا تشوبه شائبة، يعني هناك مصالح استراتيجية مشتركة بين الطرفين منذ عام 1960 فما بعد. هذه المصالح لا يقربها قريب، يعني الفريق المسؤول عن هذه النشاطات في تركيا والفريق المسؤول عن هذه النشاطات في الولايات المتحدة لا يشكك بهذه العلاقات، هذه العلاقات مستقرة ولا يصيبها شيء. هناك مستوى ثاني، المستوى نسميه المستوى المتردد، يعني أحيانا يزيد أحيانا ينقص. هذا المستوى المتردد مرتبط بالإدارات القادمة في الولايات المتحدة. تأتي إدارة تكون متشجعة لدور إقليمي تركي في المنطقة ولكي تملأ تركيا الوضع العام في المنطقة، وتأتي إدارة تقول يجب أن أنشط دول أخرى منافسة لتركيا في هذا. الإدارة الديمقراطية الحالية معروف أنها من أنصار الضغط على تركيا، يعني من ولكن أنصار من تحت الطاولة، نعم، من أنصار استخدام العصا والجزرة في نفس الوقت. معروف كل الإدارات الديمقراطية التي تأتي إلى الولايات المتحدة تنظر إلى تركيا بعين العصا والجزرة، تقول يعني تركيا إذا تعاملنا معها فقط بجانب الترغيبي فهي ربما يعني ستبتزنا بشكل كبير جدا، إذا تعاملنا معها بمنطق التهديد ستذهب إلى المحور الشرقي. لهذا السبب نستطيع أنهم يتعاملون بمنطق العصا والجزرة. نلاحظ مثلا كيف منطق العصا والجزرة، تقوم الإدارة الأمريكية تجتمع مع الإدارة التركية تقول لهم سنعطيكم صفقة F-16، فيخرج الكونغرس فيقول نحن نشترط الشروط الفلانية الفلانية من أجل تعطيل هذا الاتفاق. هنا الإدارة ماذا تقول؟ الإدارة الأمريكية تقول لتركيا أنني أفعل ما علي، لكن الكونغرس عطل ذلك. هذا التناوب ما بين الإدارات داخل الولايات المتحدة يعطل هذه الاتفاقيات. لذلك تركيا تدرك هذه الأمور الإشكالية مع الولايات المتحدة. هناك جانب ثالث هو مستوى العلاقات ما تحت الطاولة، وهذا مهم جدا. يعني في فترة انتخابات الداخل الأمريكي والداخل التركي الطرفان مستفيدان من التصعيد اللفظي، يعني حين يصعد الرئيس أردوغان ضد الولايات المتحدة يزداد رصيده في الداخل التركي، وحين يصعد الرئيس الأمريكي في الولايات المتحدة ضد تركيا يزداد رصيده.